متابعينا الكرام، نتواصل مع العطاء ومع الأداء ومع الحضور ومع التألق في هذه الأشواط النارية، لننتقل للمركز الثالث للشوط الثالث وهو الثاني للأبكار الفطامين المشتركات. مسافة الاختبار هي 1500 متر، لنسير نحو الصدارة ونحو الحضور ونحو الإبداع ونحو التألق. فنجد هناك شبابي حمدان بن سالم بن ناصر الدرعية المركز الثاني، نجد هناك خيال محمد بن عبيد محمد الدرعية المركز الثالث، نجد جاهنية وعرس بن عبد الله المركز الرابع. من الجانب الأيمن هناك نتواجد مع الشاهنية محمد بن سعيد بن وحير المركز الرابع، الشاهنية أحمد بن سيب بالغاوية الدرعية. يا سلام التدخلات، التغييرات، التبديلات، والخمسمائة متر الأخيرة بقيادة هناك الشبابية حمدان بن سالم بن ناصر الدرعية. أما المركز الثاني فنرى تواجد متابعين الكرام اللي خيال محمد وعبيد محمد الدرعية، المركز الثالث شاهنية محمد بن سعيد بن وحير، الرابع راعية هناك بالغاوية. الله الله، العصاف الابطان مع الصدارة مع الابداع مع الشاهي الشبابية. هناك حمدان بن سالم بن ناصر الدرعية، ما شاء الله تقدم العرض، بدأت الاوامر وبدأ العرض وبدأ الابداع، تنطلق راس تنهي راس الناموس الراعي الشبابية حمدان بن سالم بن ناصر الدرعية. دقيقتين 13 ثانية، 5 أجزاء. المركز الثاني كان من نصيبه خيال محمد بن عبيد محمد الدرعي، المركز الثالث الشاهنية محمد بن سعيد بن وحير الدرعية.